هاي محمد عن جديد. هاي زينة، شو الأخبار؟ خبرنا مين معك وعن شو بدك تعرفنا هلأ؟ قبل ما خبرك مين معي بدي خبرك أنه أنا موجود ضمن لوحة فنية إذا بدك معمولة من الريسايكلينج من الزبالة. حيخبرونا أكثر معي مدام ألفت منذر والسيد زياد أبي شاكر ليخبرونا أكثر. المهندس البيئي طبعا. المهندس البيئي أكيد. حنبلش أول شيء مع السيد زياد، بتخبرنا أكثر من وين خلق هيدا الديبارتمنت وشو بتعملوا؟ لك نحن عم نجرب نتجاوب مع أزمة بتعاني منها بيروت إلى سنين، اللي هي أزمة النفايات، وعم نجرب ناخد مبادرة أنه نعلم الناس أنه هالشي منه عويص، وهيدا الشي هالأزمة منقدر نحلها، منقدر نحلها بطريقة تكون منيحة للمدينة. بقى ضمن حملة دفا متبنيين شارعين بالأشرفية، عم نشتغل بطريقة كتير قريبة مع الناس، نعلمهم كيف يفرزوا النفايات، نفرجيهم أنه النفايات اللي فرزوها عم بتروح وينعمل لها ريسايكلينج، مش عم بتروح ترجع، هن يتعذبوا يفرزوا ويرجعوا يروحوا. شو يعني تعلموا العالم؟ كيف عم تعلموا العالم؟ يعني اليوم أبسط أنواع الفرز بالمنزل هو بالكيسين، بتحط بقايا الأكل بكيس مع الكلينكس والورق وهالأشياء هيدي، وبكيس تاني بتحط الإزاز والبلاستيك والورق النظيف، الكرتون النظيف، التنك والعالم عم بيطبقوا هالأشياء. أكيد أكيد. وهلأ ألفت هي على الأرض أكتر مني يعني. مدام ألفت المبتكرة بحمل الدفا يلي خبرتين قصص يعني بتطير العقل، خبرينا أكتر عن هالديبارتمنت يلي هو ولد من 3 أشهر حسب ما قلتي لي. الديبارتمنت ولد من 3 أشهر وأكيد بالتعاون مع زياد وكتير من الشركات تنقدر نعلم الفرز مثل ما قال زياد، نعرض المشكلة ونعرض له حل، نعطيهم الحل. يعني عم نعلم فرز، عم نوزع الكياس من عند زياد كمان مصنعين، وباقي عم بتصنعوا كمان أكياس هون، وباقي الزبالة عم بتروح تتصنع مستوعبات ترجع تتوزع للبنايات تيقدروا يحطوا فيها، وما تبقى من الزبالة عم نحاول نجملهم. هلأ صحيح بلشنا من 3 أشهر بس الكل بيعرفوا أنه بولا من 4 سنين قدمت قانون الفرز 100%. فيك تخبريني أكثر عن هون شو عم نشوف؟ خبرتينا الشيء بلشت، شو الفكرة؟ المسج منا أنت كل شيء بتكبه بالطبيعة ما بيروح هيك، بده يرجع لك بطريقة ما. سو هاي حنفيتك وهي مياهك الجوفية بالأرض تحت كلها بلاستيك، والهيدي الأوضة رح تصير معرض لأي فنان في يجي يعرض أبسايكل أرت أو بينتينجز أو anything. 100% شيء بكبر القلب. بدي أتشكركم. هلا حنرجع ننتقل لعن زميلتي زينة لتكافي معكم. شكرا لك بعد أخبار كتير. شكرا لك محمد.